اليوم الثالث في منتخب كرة القصيرة في البصرة دورة الراحل القاص باسم الشريف. يعني فكر من اتجاه الابتدائي. هذه الاتجاهات يعني هي شكل اطاحات ابداعية. كانت فرصة طيبة الحضور إلى المؤتمر القصة القصيرة في البصرة النشأة والتحولات. هذا الملتقى جمع بين عدد كثير من المبدعين والأدباء في مجال السرد القصصي وحتى الروائي. كانت في محاور مهمة غنية عن نشأة القصة القصيرة في البصرة وأهم رموزها ومراحل تغيرات القصة القصيرة. وأيضا كان هو فرصة التقاء بعدد من المبدعين والأدباء من جميع محافظات العراق. أتمنى أنه هذه التجربة تتكرر كثير من المحافظات لأنه تجربة غنية بالمعرفة والخبرات. جئنا من الموصل حقيقة نحمل حب، نحمل معنا سلام لمدينة البصرة الفيحاء من أحد باء الموصل لالتقاء بزملائنا، التقاء بأصدقائنا، وجعل هناك جسور من المحبة والتواشج بيننا. ما طرح منها الحقيقة فكرة جميلة جدا، التحولات ويعني التاريخ القصة القصيرة في الموصل. تعرفنا على كتاب لم نسمع بهم أمثال المحتفى وصاحب الدورة القاص باسم الشريف. وكنت أتمنى أن يتم إلى عمل كتاب أو إصدار مجموعة له لنطلع عليها. أيضا من الأمور اللي أخرى اللي استفدت بها أنا كشخصيا عن نفسي، لم أسمع بمجموعة الـ 12 قاص من أمثال الكبار، يعني السباهي وأمثال لؤي حمزة عباس والعمالقة والبريكان وغيرهم. حقيقة ملتقى جميل استفدنا وتعلمنا منه الكثير. أعتقد حققت شيء كثير للتاريخ القصة البصرية، خاصة في محاورها اللي تحدثت عن النشأ والمتغيرات، وهذا الجهد يحسب بشكل إيجابي لكل المثقفين من مدينة البصرة. البصرة هذه البصرة المدينة المعطاة متميزة إبداعيا دائمة العطاء، دائمة الفعل، دائمة التغيير، دائمة الإنجاز، دائمة الإبداع. الملتقى القصة البصرية القصيرة ملتقى سنوي اعتاد على إقامة اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة. السنة اعتمدنا أن يكون هذا الملتقى أكثر اتساعا في شموله لمحاور عديدة، وبعيدا عن صيغة المشاغل السردية التي كانت تقام كل عام، شارك في الملتقى ما يقارب 40 ضيفا من خارج البصرة، من بغداد الحبيبة والمحافظات العزيزة علينا. بصراحة خيرة نقاد العراق وكتابة في القصة القصيرة اجوا أدلوا بشهادات قصصية بعضهم، وبعضهم بحوث عن القصة البصرية، نشأتها وتطورها وتحولاتها بعد عام 2003. وهذا فد يعني ملتقى رائع جدا للمثقفين والقصاص البصريين والعراقيين.